باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي مجموعه من الاسئله. السؤال بيقول: سلام يا بونا، قدسك وعصت يوم الحلقه اللي اتذاعت يوم 14/12/2018 اللي كانت بعنوان مبادئ في التعامل في الحياه الجزء الرابع. قدسك قلت في المبدا رقم 10: اقبل الاخر كما هو وغير نفسك أنت. ومن ناحية تانية كان في قول بيقول أن المنافق هو من يسعى لإرضاء الجميع. سؤالي: إزاي أقدر أحقق التوازن بين الاتنين؟ أقبل الناس، وهل لما أغير نفسي هل أغيرها مع كل حد أقابله وده ما يعتبرش نفاق؟ السؤال حلو قوي، بس واضح أن في لبس عند اللي بعت السؤال ده. احنا بنتكلم مبادئ في التعامل يعني ايه؟ يعني اوقات في ام عندها 3 ولاد، ولاد غاويين مذاكرة قوي وولد غاوي مذاكرة نص نص، مهما حاولت الولد مش ميله للدراسة، فبنقول يعني ينجح اهو الحمد لله ينجح، اقبليه زي ما هو، لانك انت لو ما قبلتهوش هتبقى انت اللي تعبانة. غيري فكرك انت ان مش كل الناس على درجة ذكاء واحدة، ومش كل الناس على درجة استيعاب واحدة، ومش كل الناس على درجة محبة لحاجة معينة واحدة. واحدة تانية مثلا جوزها سلبي شوي، وقاعدة تشتكي بقالها 15 سنة ان جوزي سلبي، حاولنا بالنصيحة، حاولنا بالإقناع، حاولنا بالتهديد، اي حاجة حاولنا كل حاجة، وهي كل ما بتصله لسه سلبي لسه سلبي، خلاص هو مش هيتغير. اسهل ان انا اقبله. فكلمه اغير نفسي مش معناها اغير مبادئي، اغير نفسي يعني اقبل. زي بالظبط انا ابونا، ممكن يكون ليا منهج روحي في حياتي الروحيه غير ابونا اللي جنبي، كل واحد ليه منهج روحي وليه تدبير وليه طريقه وكله حلو. وانت وعندي مثلا 1000 ولد وبنت بيعترفوا، انا بقول اي ارقام يعني، هل انا بصبغ شخصيتي على كل واحد ولا بقبل كل واحد بشخصيته؟ ففي واحد هادي قوي اتقل عليه ايدي في صلوات الاجبيه، هادي ويحب القعده ويحب يكون وعنده وقت، اقول له ليه ما بتصليش 7 صلوات؟ ليه ما بتصليش كل المزامير يعني؟ ونمشي نتدرج. وفي واحد هايبر اكتيف، فطيت يعني، يقعد على الكنبه دي وينط على، عارفين القطه عارفين الفق، ما اعرفش يعني حاجه كده انرجيتك. ده لما تقول له تصلي صلاه النوم كامله يجي له هارت اتاك، يعني هو مش عارف يعملها دي، هو مش طبيعته كده، طبيعته فطيت ابو النطيط. فده انا بحترم طبيعته، ما غيرتهوش زيي، او قلت له اسمع انا اب اعترافك وانا منهجي كذا كذا تبقى زيي، لا، ده انا احترمت شخصيته وكلمته بالاسلوب الروحي اللي يفهمه. هل كده انا منافق؟ انا ما غيرتش مبدا ولا كسرت وصيه، بس ابني اللي عنده 4 سنين أخدته على حجري لما دلق الكوباية على صدري قلت له ما تتخضش يا حبيبي، وابني اللي عنده 10 سنين لما دلق الكوباية قلت له إيه؟ قلت له لا يا حبيبي خلي بالك بلاش استهتار معايا. فأنا بغير أسلوبي لكن ما غيرتش مبدئي. لكن فكرة قبول الآخر مش معناه إن أنا أتنازل عن مبادئي ورأيه وأمشي في حكاية وحكايات وهبقى منافق. لكن أنا بتكلم إن لما أنا بلاقي إنسان قصادي أنا مختلف عنه، إن أنا أشتغل على نفسي إن أنا أقبله أسهل 100 مرة إن أنا أشتغل عليه إن أنا أغيره. فهمتوا الفكرة؟ هي دي الفكرة يا بنتي اللي أنا كنت أقصدها، مش نفاق ولا حاجة خالص، لأن أنا ما قلتكيش غيري مبادئك أو اكذبي علشانه أو احلفي علشانه أو جريه في أي شر هو بيعمله، أنا ما قلتش دي خالص. يا ابونا انا ليا فتره بحاول ابعت لقدسك ونفسي ترد عليا، انا متقدم لي شخص مناسب مسافر بيشتغل بره وهياخدني معاه، انا ما شفتوش قبل كده بس الوسيط بيشكر فيه جدا، انا متردده لاني خايفه من الهجره وما كنتش متخيله اني ممكن اسافر، هل ممكن يكون ربنا رايد ده وهو ده الشخص المناسب؟ لان دايما بطلب ايد ربنا في اي موضوع، هل اقعد معاه ولا ارفض الموضوع على طول؟ محتاجة أسمع صوت ربنا
ومحتاجة قدسك ترد عليا وتريحني ضروري. يا بنتي الموضوع ببساطة لا نقدر نقول من ربنا ولا ما نقدرش نقول مش ربنا. الموضوع يعني مش عاوزين كل حاجة نحطها بالصورة دي ونبقى ماشيين في عشوائية وبناخد قرارات بحجة ان ده صوت ربنا ودي إرادة ربنا او دي ما كانتش إرادة ربنا. وانا بص يا جماعة الموضوع أبسط من كده. أول حاجة أنت أساسا تكوني عارفة نفسك، أنت من النوع اللي تعرفي تهجري. الهجرة يا جماعة إذا ما كانش اللي هناك بيشتغل شغلانة كبيرة زي دكتور أو مهندس قديم أو حاجة زي كده دخل واحد ما يكفيش، فهو ممكن يكون متطلعاته إن عاوز واحدة قبطية جدعة بتعرف شوية إنجليزي وهيبقى في ضغط عليها إن أول ما تروح هناك تتعلم الأمريكان أكسنت مثلا اللي هو اللهجة الأمريكاني وتقف وتشتغل في, 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 في كاشير 8 ساعات على رجليها علشان تساعد معاك لأن الإيد وحدها ما تسقفش. فهو ممكن يكون عنده expectation منك لما تتعرفوا على بعض تقول لا أنا مش أنا كده، أنا بطوتة ولطوتة وحبوبة كده أحب كده يعني إيه شغل خفيفة وعايزة رجل يصرف علي. ممكن تكون أنت كده وممكن تكون أنت challenger وفايتر، أتعلم إنجليزي أتعلم الأمريكان أكسن واروح ونبتدي من الصفر. انت حر، انا ما اعرفكيش. يعني تصوري انت روحتي تقولي يا دي نصيحه ابونا بولس على اللي عمله فيا، ده انا اتوحدت واتوحلت وانا صاحيه امي نايمه وانا نايمه امي صاحيه والفرق بيننا وبيننا 9 ساعات. هو انا اعرفك انت اساسا شخصيه اجتماعيه؟ ثانيا المكان اللي هو فيه فيه كنيسه وكنيسه نشطه، طب هتعملي في وقت فراغك هناك؟ تخيل الحياة هناك شكلها ايه؟ ايه بقى علاقة ربنا رايد ولا مش رايد؟ مش الاول يكون عندنا داتا وعندنا افكار نفكر فيها؟ معايا ولا مش معايا؟ يعني واحد جاي بيقول لي يا ابونا انا مرتبي 1200 جنيه وجارتنا ابوها مثلا مدير عام وهي مرتبها 7000 جنيه وبفكر اتقدم لها، قول لي صوت ربنا. صوت ربنا ايه؟ ايه علاقة صوت ربنا وارادة ربنا باللي انت بتقوله؟ يعني هي المفروض تكتب في البطاقة بتاعتها متزوجة وتعول؟ يعني ولا أنت اللي متزوج وتعول؟ لا، فلازم الإنسان يا جماعة يكون عنده أرضية كده. ده ربنا قال لنا فكروا في حاجة اسمها حساب النفقة. أنا لا ألغي التدخل الإلهي بس كمان لا ألغي العقل اللي ربنا خلقه لي أفكر فيه. وقلت لكم العقل بيفكر في حاجات أساسية لحدود والإيمان أعلى وربنا أعلى والروح القدس أعلى، لكن العقل لازم يعمل واجب بتاعه إمتى وفين وبكام وبالزاي، والتوافق موجود ولا لأ، والتكافؤ موجود ولا لأ، والمكان اللي أنا رايحاه ده شكله إيه، مطلوب مني إيه، هو متوقع مني إيه. ده ممكن هو يكون بيوصفه لك يقول لك ده انسان ممتاز 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 بتاع ربنا بتاع ربنا بتاع ربنا بتاع ربنا، واول ما يكلمك يقول لك على فكره انا جات لي 15 دعوه للكهنوت ومأجلها لغايه لما نتجوز. تقول لك كهنوت؟ يبقى الموضوع حاسس ان مش بتاعك خالص. فحتى كلمه ممتاز دي اللي بيشكر فيه ما نعرفش ممتاز في ايه، يعني كريم ولا بتاع ربنا ولا عنده عربيتين فشايفه ممتاز، انا مش عارف. لما الناس بتقول للواحد ممتاز كل واحد بيقول ممتاز من خلال ايه؟ خلفيته. يعني انا لو شقي اقول لك ده ممتاز واد كده عينه زيخه. انا ابقى فخور ان اصحابي كده. لا ده لو انا وحش. طب انا ابن ربنا الممتاز بالنسبه لي ايه؟ فهمتوا حاجه؟ انا بعلمكم ازاي تفكروا، مش مهم اجابه سؤال، المهم يا بنات ازاي نفكر. كنت عايز أسأل سؤال عن شريعة السبت التي أصبحت بعد القيامة شريعة الأحد، هل ما زلنا مطلوب مننا ألا نفعل أي شيء يوم الحد كما كان اليهود يوم السبت؟ أراء الناس من حوالي أصابتني بالذهول، من قال إني لا تفعل شيء يوم الأحد ما فيش غير الأكل بس، أو إن الأب يؤمر بنته ما تكنسيش لأن النهاردة الحد وغيره. إن رأى الشخص إن هو شايف من رأيي الشخصي إن تقديس يوم الرب مش مجرد يوم معين أقعد فيه ما أعملش حاجة، لكن هو كل وقت في أي يوم بقضيه مع ربنا حقيقي مش مظاهر عبادة خارجية. أرجو الرد والتنويه. بص يا حبيبي
انت معاك بعض الحق، لان اوريدي احنا كلنا كسرين لشريعه الاحد، لان كل الاشغال النهارده اجازتها الجمعه. فتتصور انت بتقول له طبقا لشريعه الكنيسه وشريعه العهد الجديد انا هاخد اجازه كل يوم حد، يقول لك خلاص هتاخد 15 يوم حد في السنه اللي هم اجازتك السنويه ونرفدك في ال16. فمحدش فينا يعني، انا كنت بشتغل يوم الحد، واعتقد اب اعترافي لما كان موظف كان بيشتغل في يوم الحد، كلنا كنا بنشتغل يوم الحد. بس هو المقصود ربنا لما حط الوصيه دي ايه؟ بيقول لك جيد قوي انك تعمل من اجل القوت ومن اجل العمل، لان ده شريعه الارض اللي انا حاططها، ان بعرق جيب لك تاكل خبز. كان موافق. طب انا بقى ماليش يوم عندك تقعد معايا فيه؟ عارفين زي الاب الغني قوي اللي بيقول لك ولادي اوعى مهما كان انا جايب لكم كل واحد فيلا وباكلكم وبشربكم واخد بالي منكم كويس قوي واخد بالي منك ومن ولادك، بس في يوم في الاسبوع فرحتي انك تيجي انت واخواتك تقعدي معايا. انا مشغوله انا مش فاضيلك. فلازم نخلي بالنا من حاجتين. الحاجه الاولانيه، اذا ما كناش قادرين نطبق الوصيه بالشكل ان احنا ما نعملش حاجه يوم الحد، لان احنا مش في ايدينا نغير اجازه الدوله ليوم الحد، نعمل حاجه تانية خالص. ايه هي؟ ان على الاقل لا نرتبك بالاعمال الزايده يوم الحد. يعني ايه؟ يعني بصراحه انا لازلت مع الراي ان لا ما حبكش لا كنس ولا مسح ولا طبيخ ولا اسمه ايه ده غسيل ونشر الحاجات دي، يعني ما حبكش بقى يوم الحد يا اخي عندك خمسه. يبقى سلمنا لاولادنا فكره ان فيهم بنخصصه لله او نقدسه لله. فالحاجات الاساسيه هنعملها، يعني لما يكون عندنا دروس ولاد لازم نوديهم، لما يكون عندنا مذاكره الولاد ولازم نذاكر لهم، ما هنعمل الحاجات الاساسيه بتاع الحياه. يعني لما يكون امتحان اخر سنه يوم الاثنين هقول لابني ما تذاكرش ده يوم ربنا؟ لا، هيذاكر. فاحنا لازم نتعامل بمرونه، لكن نخلي الفكره اللي ربنا عاوزها انك تخصص لربنا قلبك. فانت قلت حاجه حلوه قوي عجبتني، ان انا ممكن اكون عايش مع ربنا طول الاسبوع. حلو حلو، اتمنى ان احنا نكون عايشين مع ربنا طول الاسبوع، لان ده الاحلى الحقيقه، ان ما بقاش يوم، ده الحياه كلها مقدسه للمسيح مش يوم واحد. لكن برضو لازلت بقول لو هنطبق جزء من الوصيه دي، ده كلام قاله قداسه البابا في كتاب الوصايا العشر، البابا شنوده قال كده، ان كلنا بقينا كسرين، ويا ريت نراجع نفسنا ان الامور اللي مش ارجنت والامور اللي مش ممكن اللي ممكن ناجلها المفروض ما تعملش فيهم الرب، ويا ريت الاسره تجتمع وتفتكر النهارده يوم الحد، ونصلي مع بعض صلاه صغيره، نقرا انجيل. طيب بنودي ولادنا مدارس الاحد يوم الحد؟ حلو. بنزور ناس مرضى من عيلتنا يوم الحد؟ حلو. اي عمل خير واي عمل رحمه لو حطيناه في يوم ربنا يبقى حاجه حلوه قوي. يا ابونا ربنا شاهد على كل كلمه انا بقولها، بطلب من قدسك استشاره وصلاه، لان اولادي وجوزي وحتى اهلي تعبني، اولادي تعبني في تربيه وبداوا يكذبوا على الكل، ومش عارفه ازاي ابطلهم الكذب، وجوزي بيسهر في البارات، هي كاتبه ان هي في دوله اوروبيه، وجوزي بيظهر في البارات او مع اصدقائه، واهلي ابويا وامي بعد ما كبروا عاوزين يتطلقوا. متاخر شويه. انا بهزر. ده عدا مشاكل اخواتي، انا تعبت من كل حاجه، بكيت لربنا وبصلي وبطلب منه وبخاف حتى اخسر ربنا. يا ابونا انا وصلت لدرجه قلت فيها وانا ليه ما كانش ليا مكان زي المراه الزانيه او المراه السامريه او مريم المجدليه، كنت اشوف ربنا وامنت بيه واموت واكون معاه في الفردوس. بص يا بنتي، هو في حاجتين، انت عندك مجالات من المشاكل، المجال الاول جوزك واولادك، المجال الثاني اخواتك وبابا وماما والغربه والوحده والاخر. انا افكر اقول لك على فيك، لما تلاقي امواج المشاكل بتتراكم عليكي خليكي سلكتيف. يعني ايه سلكتيف؟ تجيد الاختيار. تجيد الاختيار يعني ايه؟ تجيد الاختيار يعني ركزي الاول على المشاكل الاساسيه اللي هي تربيه اولادك وجوزك. جوزك صلي له ووصلي معاه بالتدريج لحلول وسط، قولي له يعني اذا كنت انت بتخرج البارات كل يوم، طب يا اخي يوم او يوم لا، طب تعالى معانا مره الكنيسه، طب اسمع كلمه، طب اسمع اليوتيوب ابونا فلان ولا الانبا فلان كلمه حلوه قوي اتاثرت انا بيها، اعملي عمل ايجابي وصلي له. بالنسبه لاولادك انت كاتبه اسم البلد، وانا اعرف ابونا الاسقف اللي ماسك البلد دي،
وأنا عارف أنه ممكن يكون يعني بيزوركم في بعض الأحيان، فممكن أنت تكلميه في مشكلة ولادك، لأن أنا مش عارف إيه سبب كذب أولادك. هل هو خوف من الأب؟ هل هو نوع من أنواع الشوي يعني الفشر؟ ولا هل هو نوع من أنواع الضغط؟ ولا ما أعرفش، فدي محتاجة تدخل حد من هناك. أنا برضو ما أعرفش عندكم مدارس أحد ولا لأ، ما أعرفش عندكم خدام ولا لأ، لأني بلد نائية شوية، لكن أنا متهيألي لو كلمت أبونا الأسقف وهو يكلف أي حد يتابع المشكلة دي أو تاخدي منه نصيحة يبقى أفضل. وأوعي تيأسي، أوعي تيأسي، خليكي كده جدعة، مالكيش دعوة بقى بابا وماما يعملوا إيه في بعض، ولا ليكي دعوة بأخواتك، ما أنت مش عايشين معاكي، خليكي في اللي أنت فيه، ركزي، عشان لما الإنسان بيكتر المشاكل فوق راسه، حتى لو مشاكله بيحصل له فراستريشنز يعني إحباطات، أو بيحصل له نوع من أنواع اليأس أو الضيق، ومش هيحل حاجة، شيلي على قدك. أنا عندي كذا سنة قلت أقرب من ربنا وأتوب، رحت فعلا واعترفت وتناولت، فرحت إن عملت كده وبقيت أروح الكنيسة، استمريت شهر أو أكتر، بدأت بحماس وكنت بصلي باكر ونوم كاملين، وبعد الشغل بشتغل من 9 صباح، من 8 صباحا ل 8 بالليل. المهم بعد فترة من الصلاة وأنا مش حاسس إني بصلي، طول الصلاة سرحان، مفيش أي حاجة بركز فيها، بوقف الصلاة أكتر من مرة وأعمل مطانيات وأطلب من ربنا وأقول له نفسي أصلي بحب ولو مرة واحدة، مفيش نتيجة. بصوا، في حاجات اسمها، انتوا عارفين لما الناس بتيجي تاكل، في حاجة اسمها الأورديفر، أورديفر يعني فتح الشهية، اللي هو الطبق اللي بيتقدم قبل في المطاعم الغالية كده، ربنا يديكوا لما تروحوا إن شاء الله وتاكلوا فيها، تلاقوا فيه كده الاوبننج ديش ده اللي هو بيسموه فتح الشهيه. فالصلاه ممكن تكون محتاجه كده، يعني في واحد مثلا قبل ما يصلي بحاسس انه بيسرح وما عندوش مشاعر في الصلاه، فيبتدي يقرا نص من الكتاب المقدس بتامل جميل يحسس ان في مشاعره بتتحرك ناحيه ربنا. في واحد بيحب ترنيمتين معينين كده، يبص صوره للمسيح ويقول له الترنيمه بتاثر فيخش في حاله معينه. في واحد بيموت في التسبيحه ويحب يشكر ربنا، يقول لك ان شاء الله اخد الهوس الثاني ولبشه، ان شاء الله اخد قريب صليين دي بقى، يعني ايه بتخليني مهيص مع ربنا كده. فكل واحد ياخد ابصاليه اي حاجه. الكنيسه عندها كل انواع المشهيات اللي انتوا عاوزين، فالواحد يفتح نفسه على ربنا شويه. وبعدين اقول لك حاجه تساعدك انك تحب الصلاه، من فضلك اتكلم بلسان حالك وانت في الاجبيه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ممكن اصلي زول ايه، هو زي أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا، ده هيبقى يوم أسود لو ما تبتش، لأن العمر المنقضي قدام التلفزيون يستوجب الدين. طب لم نفسك، أنتوا خدي بالكم أنا عملت إيه، أنا دخلت نفسي جوه الصلاة ودخلت الصلاة في حياتي. فالأجبية دي ما بقتش قطع برددها لأباء قديسين هم صلوها، لا دي قطعة أنا محتاجها. وبعدين جيت أقول قدوس الله، يعني انت سنة غير سني، ممكن تنزل مطانية لغاية الارض كده وتقول له يا رب، يعني خلينا احس كده وانا كل ساجدة ان منظر رجليك على عود الصليب قدام عينيا، وامتى يا رب ارفع عيني فلاقيك كده في منظر حلو. اتكلم مع ربنا حتى وانت بتقول قدوس الله، لان ممكن جدا تصاب من كتر ما انت حفظت بالصمم الروحي، يعني ما انتش حاسس. لا، عاوزك تحس، من حقك تتكلم مع ربنا بمشاعرك في الصلاة. دخل الصلاة جواك، دخل المزمور جواك، قول مزمورك بطريقتك، أعظمك يا رب لأنك احتضيتني ولم تشمت بي أعدائي. فعلا وقفتك معايا النهاردة كانت في الشغل وقفة عجيبة، وانت يا رب رفعت راسي، أشكرك يا رب. وحتى لو مرة بقى تاني حصل العكس في الشغل، قول يا رب لماذا تختفي بأزمنة الضيق، معقولة اللي حصل النهاردة؟ يعني انت تبقى شايف الظلم وسايبه وتكمل صلاة المزمور. لو دخلنا حياتنا جوه الأجبية والأجبية جوه حياتنا، هتبقى حاجة واحدة مضروبة في خلاط، مزيج كده. عارفين يعني ايه مزيج؟ يعني مش مجرد كتاب نصوص أو كتاب قراءة. ما هي دي المشكلة يا أولاد. حاول يا حبيبي. يا ابونا من فضلك، انا كان عندي سؤال في عبرانيين 12:17، فانكم تعلمون انه ايضا بعد ذلك لما اراد ان يرث البركه رفض، اذ لم يوجد للتوبه مكانا مع انه طلبها بدموع. ما هو معنى هذه الايه؟
انا عارف ان ربنا مش ممكن يرفض حد يجي له بدموع. ما هو المقصود بهذه الايه؟ لا، توبة عيسو مرتبطة ان البركة ترجع له. يعني ايه؟ البركة راحت، طب انا اعمل اي حاجة رجعوا لي البركة، انا غلطان رجعوا لي البركة. لا، الحاجة مش هترجع، عشان انت استهترت، وانت اللي بعتها بشبرة عدس، وانت وانت. ما بنقولش ان يعقوب ما غلطش، يعقوب غلط واخد على دماغه بعد كده لما بقى خاله ضحك عليه واولاده ضحكوا عليه، دي قصة تانية. بس انت غلط زي بالظبط ايه؟ يعني زي موسى. موسى لما ربنا قال له كلم الصخرة وضربها، ايه اللي حصل؟ طبعا طلب من ربنا بقى، انا اقود الشعب ده 40 سنة واخرجه من ارض مصر، وفي الاخر خالص تقول لي مش هخش ارض المعاد. مش هتخش ارض المعاد، ما دي بالظبط زي عيسو. لا، ربنا قال لا، زي اب بيربي ابنه. هل معنى كده ربنا مش قابل موسى؟ قابل موسى. فعيسو لما يقدم توبة عن خطاياه تقبل، لكن لما يقدم التوبة بغرض، يعني بابا أخد مني حاجة عربيتي عملت بجهاز حادثة فبحها، فقال لي العربية دي مش راجعة لك تاني. فجيت قلت له سامحني سامحني سامحني، بس غرضي من سامحني إن يجيب لي عربية. فهمتوا؟ غير إنه غرضي من سامحني إنه يسامحني. فأي إنسان هيروح لربنا علشان يسامحه هيسامحه. بس في واحد بقى بيروح لربنا يقول له بص أنا لعبت قمار وغلطت، وفي سنة خسرت 1,000,000 جنيه، من النهاردة توبة، من النهاردة تونيا، من النهاردة مش عارف مزامير، من النهاردة أجبية. هترجع لي 1,000,000 إمتى؟ لا مش هترجع. فهمتوا الفرق؟ فمو عيسو راجع يتوب علشان عاوز الإيه؟ بارك، عشان يبقى انا البكر بقى البركه يعني. لكن الحقيقه مش بيتوب علشان هو حاسس انه غلط، ده هو كل محروق دمه ازاي البركه تروح منه. فتوبته مش توبه واحد خاطي بيقدم ندم على اي دموع توبه ربنا يقبلها ما دام ندم على خطيه. لكن مش هو ده الموقف. اخر سؤال، انا عندي مشكله من كتر الدراسه اصبح عقلي مشوش. انا بحب ربنا بس طبعا حضرتك عارف ثغرات التعليم اللي بتحاول تضللك. انا مضلل كده، انا تهت يا ابني، ثغرات التعليم تحاول ضلالك. لكن انا مازال حب ربنا موجود، كل اللي اتغير هو طريقه الحب ده. الاول كنت بصلي وبصوم وبسمع ترانيم وبجاهد جهاد روحي، دلوقتي جهاد روحي مقتصر على الصلاه قبل النوم واحيانا في الكتاب والصوم وحيث الاكل. وفين وفين ممكن اتحمس اني ابادر بافتح قناه من القنوات اللي بيختار يا ابونا ربنا اللي بحبه من زمان. مع الوقت بقى الصوره بتتباس وروتين صلاة وقليل قوي كلام معاه. أرجوك يا ابونا اعطيني كلمة منفعة. ارجع تاني لمحبتك الأولى زي ما بيقول ربنا يسوع المسيح لأسقف كنيسة أفسس في سفر الرؤيا. حاول تاني لاقي ربنا، قل له أنا كنت معاك وتهت مني، دلوقتي أنا روتيني، دلوقتي أنا مش حسك، مش هرق. في ترنيمة كده بتقول إيه؟ رجعني تاني لشكل الأولاني، خليني المسيح أكون إيه؟ فشكل الأولاني بتاعك هو شكل الحب. اطلب من ربنا وجاهد، وأرجوه خد تدريب محددة من أب اعترافك. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا يوم الاثنين الجاي يبتدي صوم نينوى. بعض الناس بتقول صوم يونان، أهو كله ماشي، المهم إن احنا نصوم ونتوب. والأربع الجاي هيكون آخر يوم في صوم يونان وليلة فصح يونان. علشان كده في آية قابلتني في سفر يونان أوحيت لي إن احنا نتكلم على موضوع من نقطتين. الآية دي بتقول فقام يونان ليهرب من وجه الرب، من وجه الله أو من وجه الرب، خليكم معي. فالنهاردة عاوزين نتكلم على موضوع اسمه الهروب من الله، والأربع الجاي هنتكلم على موضوع اسمه الهروب إلى الله. يبقى احنا خدنا سلسلة الهروب من الله والهروب إلى الله. بس أنا عايز أقول حاجة، لما نيجي نتكلم على الهروب من الله، كلمة الهروب من الله معناها الهروب من ربنا، معناها الهروب من الكنيسة، معناها الهروب من ابونا اب اعترافي. يعني لما واحد يقول له انا حجزت لك ميعاد على اب اعترافي، لا مش قادر ومش عايز اقابله ومش عاوز اروح اعترف، لا انت كده بتهرب من ربنا.
الهروب من الله معناها الهروب من الاجتماعات، الهروب من الله معناها الهروب من المخدع، ان ربنا يقول لي يا ابني تعال اقعد معايا، لو ما معلش مش فضيلك في حاجات اهم بكتير قوي من ان انا اقعد معاك دلوقتي. فبس عشان نفهم يعني ايه الهروب من الله، الهروب من الله ده تعبير يشمل الهروب من الله ومشتملاته، الهروب من الله والكهنة والكنيسة والصلاة والصوم وكل حاجة. واحد يعني بيهرب من الطريق كله، بيهرب من ربنا وطريقه. هو السؤال الغريب، معقول ربنا اللي فاتح حضنه وربنا عاوزنا نكون ولاده، ربنا اللي لقبه محب البشر، ربنا اللي كله حنية وكله حب وضابط الكل، معقول بالعقل إله يكون في كل الصفات دي والإنسان يهرب منه؟ الحياة ده ناس كتير قوي بتهرب من ربنا. ولو حبينا نعمل نسبة ما بين اللي موجودين في الكنيسة وما بين اللي ما بيعتبوش الكنيسة وهربانين من ربنا هروب مباشر أو هروب غير مباشر، أنا أعتقد النسبة الأكبر هتكون فين؟ في اللي برة مش اللي جوه. تعالوا بقى نبحث مع بعض لماذا يهرب الإنسان من الله. أول حاجة تخلي الإنسان يهرب من ربنا متع العالم الحسية، الحرية، الابن الضال، أنا هفضل عايش في بيت أبويا مسجون جواه، هطلع عايش لي يومين وهفضل مستني لغاية لما أورس عشان أنبسط بعد ما أورس الأبدية. لا 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 لا، طب ما نعيش النهاردة، هات يا عم نصيبي لو أنت بتحبني، هات لي نصيبي وسيبني أصرف براحتي قوي. ليه؟ بيتك خنقة، برة في حرية، في متعة، في ليالي حمراء وليالي صفراء وليالي زرقاء، انتوا عندكم ليالي تسبحة وليالي قدسات وليالي بخ عشان بسط. علشان كده عندنا ظاهرة موجودة قوي في سن تانية وتالتة عدادي، ان يفضل الولد فرحان بالدنيا وبيصحي ابوه في ابتدائي عشان يلبس شماس، يقول له بابا وديني بدري للكنيسة. ولما يوصل سن اعدادي وتاني اعدادي يبتدي يكتشف نفسه ويكتشف غريزته ويكتشف كلام تاني قد يكون بايخ سمعه في المدرسة، ليه إيماءات معينة، عاوز يستكشف العالم، يعني to explore life بقى، يعني عاوز يتفرج على الحياة، فالمتعة في الحياة الحرية. انت هتفضل طول عمرك خايب مش هتيجي معانا نزور نروح السينما، سينما الصبح انا ممكن اروح السينما الصبح ازاي يعني، قول للبابا اي حاجة ومحدش بيسأل، وفي اب النهاردة بيسأل مدرسة وفي المدرسة، وبعدين انت هديك 15 يوم غياب ما بيبلغوش اي حد قبل ما تتفصل، قسمهم سبعة ترم هنا وسبعة ترم هنا، روح نتفرج، تيجي نروح بجد في ملاهي يلا طب نحوش لها نحوش لها بس بقى. ونرجع بقى حاسين احنا عملنا اللي ما اتعملش بقى، هو سن تانية وتالتة اعدادي وقولة ثانوي كده فتلاقيه متذمر على الكنيسة، وبعدين تقول له بطلت تيجي مدرسة ما بنفهمش حاجة، طب ما الخدام بيشرحوا ماما ما بيقولناش حاجة، طب ليه ما بيقولكش حاجة، ما بيحترموش عقليتنا يا زري يا زري، يعني العد الواد في اولى اعدادي بقى زري وخلاص بيقول الدروس متكررة والخادم ما بيعرفش يشرح ومدارس الأحد مملة، اجبرونا بقى نروح حتة مملة. هو العيب في الكنيسة؟ لا، متعة العالم، متعة الشارع، متعة الانفتاح، متعة الشقاوة، متعة ان انا اعمل حاجة غلط وانا مبسوط. الحقيقة من سن اعدادي وفي ناس بتفضل معاهم لغاية سن الستين مش عارف ازاي، لكن هي بتبقى ماشية كده، يعني عنده حالة من حالات الايه يعني بص يعني انا عمري ما كنت مدمن حاجه، لكن احب الفرفشه، احب المزاج، احب الحريه، وربنا مديني ما جاتش بقى من كاسين في الاسبوع ويك اند وكاس بالليل كل يوم بس دفى يعني وتقول لي بقى وبعدين بقى انتوا واخدين بالكم الدنيا حلوه قوي، طب بس ربنا ما قالش كده، شفت بقى ربنا هو اللي وحش عاوز يخنقني بشوية وصايا وبشوية قيود. فأول حاجة تخليني أهرب من ربنا بس اللي انت بتقوله ده، فعلا في ناس شايفة الدنيا والعالم والانبهار. أنا في مرة من مرات بنت سقطت في أسوأ خطية واشتغلت للأسف في الشبكة
شبكة خطية وحشة. نشكر ربنا تابت وزي الفل، ما بتكلمش، بس انا بتكلم على ازاي وقعت. وقعت ان اتلم عليها بنتين ثلاثة في الجامعة وابهروها بالحياة. انت هتلبسي اغلى حاجة عمرك ما كنت تتخيلي تلبسيها. احنا هتتعشي في اوتيلات مش 5 stars 7 stars. الهدايا هتبقى كلها ذهب، ولو مره وقعت في ايده هيلبسك الماز. تعال بقى ربنا، طب في الكنيسه هتدونا ايه؟ كيرياليسون وسكتاتيجون. يعني ما الحقيقه قلناها كتير، يعني احنا عاوزين نغير، عاوزين نكتشف الحياه، عاوزين نعيش يومين فوق. وانت ناسي ان لحظة بعدك عن ربنا وهروبك منه هي لحظة نزولك تحت، لان عمر ما الخطية تدي سلام، وعمر ما العالم يدي فرح قلب. زيف في زيف في زيف في زيف في زيف. يبقى اول حاجة تخلي الانسان يهرب من ربنا ايه؟ اغراء الخطية، متعة العالم. اتنين، تاني واحد بيهرب من ربنا واحد عنده مشكلة مع ربنا. يعني ايه واحد عنده مشكلة من ربنا وعاوز يهرب منه؟ احكي لكم. واحد هيبقى عارف من الاول ربنا هيقول له ايه، واللي ربنا هيقوله مش هو اللي عايزه، ففي مشكلة بينه وبين ربنا، فيقول لك طب اروح لربنا ليه؟ سيب ربنا في مكانه وانا ليا تدابيري الخاصة. على سبيل المثال، واحد بيهرب من ربنا عشان عنده مشكلة، عنده مشكلة مثلا عاوز يقطع سر الزيجة، مش طايق مراته، ليه؟ نكدية. طب الجديد يعني؟ ما هو ده ما يطلقش، لو قلنا فيه طلاق للنكد ما كانش حد اتجوز. بس هو المشكلة مش في دي، المشكلة ما فيش طلاق غير للزنا. يقول لك ما انا عارف لو رحت ابونا هيقول لي ايه والكنيسة هتقول لي ايه، فانا من اساسه لعاوز كنيسة ولا عاوز حاجة منكم، انا هعمل في دماغي. واحد عارف ان لو راح لابونا بيشتكي له، او واحدة بتشتكي من جوزها، هيقول لي يا بنتي طولي بالك، الرجالة بتتغير على المدى الطويل، بس الراجل كده في اول جوازه بيبقى لسه ما نضجش، لسه مش شايل المسؤولية، طولي بالك. وبعدين امها تقول لها رحت تعترف يا بنتي، رحت لربنا، رحت تصلي، ما انا عارفه هيقولوا لي ايه، طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك. واحد تاني اقول لها روح الكنيسه اللي هيقول لي صليبك وشيله، طب انا ذنبي ايه ان انا مراتي بقى لسه في عز شبابي ومراتي حصل لها مرض وقعدت في السرير، اقضيها انا نكد بقى وتمريض انا بقى تمرج انا بقى ولا ممرض انا ولا ايه؟ يا حبيبي ده انتوا الاثنين جسد واحد، ما ينفعش تجيب جسدك، انت لازم تكون اب وزوج وحنين. انا مش طايق نفسي، محدش يقول لي ربنا عشان انا عندي مشكله مع ربنا. ان اللي هيقوله ربنا، واحد تاني يجي يقول لي انا رافع قضيه على اخويا عشان ظلمني في الميراث والحق حق، مش عارف اقول له من حقك ترفع قضيه، بس ايه رايك انك تفوت شويه وارضى بالنصيب الاقل، لانه هو ما ظلمش، يعني ما اكلش عنك الميراث، هو اخد حته متميزه عنك انت شويه. انت يا ابني لو جبت قاضي وفرز وتقسيم وتجنيب اللي بيعملوها دي فيها 17 سنة عشان يتحكم، اشتري نفسك وثق ان ربنا هيعوضك. ادي بقى كلام الكنايس الخايب بقى، اشتري نفسك ربنا هيعوضك. انا عاوز واحد يقول لي، مش هقول الانبا بولا والانبا انطونيوس، واحد ساب ميراثه والتانية ساب الميراث عشان اخوه بيتخانق معاه، لا لا الكلام ده ربنا ما يلزمنيش دلوقتي. بس انا عشان اطمنكم ان انا قريب من ربنا، يوم ما اكسب القضيه واخد حقي من اخويا هذبح طور للفقراء. طب والقضيه لسه كمان 17 سنه، ما انا وعدي موجود ان شاء الله 100 سنه. طب لو مت بكره يعني وانت مخاصم اخوك وما بتشوفوش، وكل ما بتيجي اسم اخوك تقول عليه حرامي وبتدينه وبتشتمه، هتروح فين؟ لا انا نادر طور اطمنه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ففي ناس بتهرب من ربنا ليه؟ لانها واخده عندها مشكله، لا عارف انه هيتقال له يستحمل طول بالك. واحد تاني بيهرب من ربنا علشان عنده مشكله مع ربنا.
داخل في علاقة مع واحدة في الشغل مش لطيفة، ابتدت بشوية ابتسامات زي ما بتبتدي كل مرة، وكل ما هي تبص له تلاقيه باصص عليها، بس ده برضو هي ما كانتش نقية كفاية انها ترفض الفكرة، عجبها انه بيبص عليها، فابتدى يخش في شوية حوارات. يا بنتي ما ينفعش، يا بنتي ما ينفعش، ده عمرو، يعني عمرو مع مارية ما تجيش، يعني ما عندناش عمرو ومارية دي خالص، وحتى لو مينا، بس مينا ده خاطب ما ينفعش برضو، يعني مش كده الحاجات دي ما تنفعش يا حبايبي. تقول يعني اصل المشاعر مش بايد الواحد، والواحد غصب عنه، وما احنا ربنا خلقناش نتحكم في مشاعرنا الا الحب. انتوا خدوا بالكم؟ وبعدين استنوا لسه بقى اللي جايه. فتقول طب تروحي تقولي لابونا؟ طب انت عاقل تقول لي اروح اقول لابونا؟ هو انا لو رحت لابونا ابونا هيوافقني؟ طب ربنا هيوافق مش هيوافق؟ انا ما اعتقدش ان ربنا يعني يعترض على حاجه غصب عننا موجوده فينا. لا الحقيقه هيعترض. لا تشتهي امراه قريبك، لا يكن لك شركه مع، هنكمل بقى. فربنا معترض، بس المشكله ان عشان انا جوايا حاجه فعارف ان ابونا هيقول العلاقه دي غلط يا ابني وتفصلها دلوقتي، انا مش جاي من اساسه هاجي عشان تقول لي شوف لنا حد كده يقول لي معاك حق، لكن ربنا يقول لي ما معاكش حق، طب انا مش جاي له. وده تاني مجموعه من الناس ترفض ربنا، لان جواها مشكله. المشكله مش في ربنا، المشكله ان هم لا عاوزين يتضعوا ولا عاوزين يتنازلوا ولا عاوزين يشيلوا صليب ولا عاوزين يحتملوا ولا عاوزين يعمروا بيوت. يقول لك ابونا ما نصفنيش، جه معاه وتقعد معاه يقول لك ابونا ما نصفنيش، ضحكت عليه بدموعها. هو ابونا مطيباتي؟ ابونا شغلته يقول ربنا عاوز ايه، واحنا شغلتنا ان احنا نسمع ربنا عاوز ايه. ده لو عاوزين نخش السماء ونبقى مسيحيين بجد. لكن في ناس بتهرب من ربنا لان عارفه تماما اللي طالبه رب من ربنا ربنا مش ممكن يوافق عليه، فهو بيدعي ان في مشكله بينه وبين ربنا، والكنيسه ظالمه ومحدش حاسس بيا، وربنا ظالم ومش حاسس بيا. خلاص يا حبيبي اهرب، اهرب. ده تاني مجموعه من الناس بتهرب. قلت لك انا معثر في الكنيسه. هو الكنيسه عايزانك توافقك يا ابني على الغلط؟ انت حر. يبقى قلنا كام مجموعه دلوقتي، بتاعت متع العالم، والتانيه اللي عندها مشكله في التفاهم مع ربنا لان ليه قناعاته الشخصيه. تالت مجموعه، مجموعه هنسميها ناس بتهرب من ربنا خوفا، بتخاف. بتخاف من ايه؟ عارفين مين زي كده؟ ادم. ادم لما ربنا نادى عليه بعد الخطيئه قال له سمعت صوتك فخشيت لاني عريانا، شاف له شجره واستخبى وراها الساذج عشان ربنا ما يشوفوش. انتوا خدوا بالكم؟ ده معناه ايه؟ معناه ان اوقات الواحد بيبقى خايف خوف في غير مكانه. ممكن انتوا عارفين انه ده مفهوم ناس كتيره قوي، تقول لواحد يعني انت بعيد قوي عن ربنا بتجرب، يقول لي يا عم طريق ربنا والكنيسه ده كله تجارب، يقول لك احنا اتربينا مزغرنا على ايه. هي مفيش ايه بتقول كده. بس هو عمل ايه بتقول المؤمن منصاب. يا ابني الآية دي فين؟ جبتها منين يعني؟ ده إنجيل حضرتك كتبته، جبتها منين المؤمن منصاب؟ يقول لك المؤمن منصاب. ده أنا مرة دخلت لقيت آية كده وأنا داخل كنت ناوي أبتدي، عملت يوتيرن وهربت، لقيت المزمور الكثيرة هي أحزان الصديقين. بسأل مين هم الصديقين؟ قال لك اللي ماشيين مع ربنا. حزينة هي أحزان الصديقين اللي ماشيين مع ربنا؟ طيب ما تكمل بقية الآية. ومن جميعها إيه؟ ينجيهم الرب. بس هو اخذ النص الاولاني وقال لك لا يا عم، لا لا لا، ده الحق مع ربنا. يا نهار ابيض، بوم بوم بوم، لا 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 لا. وربنا لما بيركز بيتوصى وتقول كلام بقى ضد صلاح الله وضد حنيه الله وضد مراحم الله. بس اهو ده ميراث اجتماعي، الناس ورثته من بيوتها مش من الكتاب المقدس ولا عرفوا ربنا. فعشان كده ممكن يكونوا بيهربوا تحت بند ان هم ايه، بيخافوا من ربنا او بيخافوا من صعوبة الطريق. بقى يقول لك بص امام ربنا من غير كنيسة، من غير قداس، من غير اجبية، بينه وبين ربنا عمار. اصلا مش فاهمها، ان دي اكتر كلمة بتتعبني في الحياة الروحية، يعني لا بيصلي
ولا بيتناول ولا بيعترف ولا بيتوب، بس عنده قناعة انه بينه وبين ربنا. عارفين الولد اللي ما بيفتحش كتاب؟ لك بس ان شاء الله ان شاء الله كلية هندسة. ده ايه جبتها منين دي يعني؟ جبتها منين؟ في ناس كده تقول لك كده، انا عندي قناعة ان انا ربنا، اصل بص ربنا لا بتاع اجبية ولا بتاع كتاب مقدس ولا بتاع صلاة. هو قال كده لا تكرروا الكلام باطلا، دي الآية الوحيدة اللي حافظها في الكتاب المقدس، بالرغم ان ربنا قال صلوا كل حين ولا تملوا. لا تكرروا، يعني ما تبقاش يعني الموضوع لا، افهم اللي انت بتقوله. فده عنده خوف، يقول لك طيب انا خوف، يقول لك هروح لابونا هيقول لي بتصلي اجبيه، هقول له مش عارف مين، يعني عاوزني التزم يعني، يعني التزم ويبقى لي حياه روحيه بقى واتحاسب على قراءه الانجيل؟ لا لا، خايف من الطريق. وبعدين اصوام، انا اساسا مش مقتنع بصوم الكنيسه ده من اساسه. هو خايف، هو خايف من الطريق، خايف من الطريق، بالرغم ان الخوف دوت هيبديك في اخر حته. يهوذا خاف وهلك بالرغم ان ربنا من حنيته. يا اخي خايف من ايه؟ ده الطريق مش صعب وتنمو فيه بالتدريج. ان شاء الله تقول ابانا الذي وصلت الشكر، وبعديها بشهر تزود ارحمني، قال لك عظيم رحمتك. قول مزمور من قلبك يبقى انت صليت، قول قدوس بخشوع يبقى انت صليت. بس هو خاف من الطريق، خاف من الباكج، عنده احساس ان الكنيسه دي مؤسسة عسكرية قاسية مش فيها إله حنين بيحبه ومستنيه. خوف، خوف من ربنا ومن التجربة يخلي الناس تمشي. قال يعني لو مش التجربة مش هتيجي. هي التجربة بتيجي للي جوه واللي بره، بس اللي جوه ربنا بيسنده، اللي بره مفيش حاجة تسنده. قلنا كم ثلاثة، كم واحد بيهرب؟ ثلاثة. الأولاني ناس عايزة متعة، الناس المجموعة التانية عندها مشكلة وعاوزة تمشي رأيها، فرأي ربنا مش عاجبها. المشكلة التالتة الناس اللي بتخاف، وممكن جدا الناس تالتة بتهرب خجلا، زي برضو آدم. يعني إيه خجلا؟ يعني واحد يعمل خطية ولتكن خطية نجاسة شبابية، تلاقيه على طول لا صلى ولا قرا الإنجيل، عنده إحساس بالخزي والخجل. طب ما تقوم وتقف وتعتذر، قوم وقف وقول له اتضحك عليا، طب قومني تاني، انا ما استاهلش ابص في وشك بس ماليش غيرك. دي هناخدها في الهروب الى الله المره الجايه. لكن انا بتكلم على اساس ان الخجل بيبقى من اسوأ الامراض اللي تخلي الانسان يهرب من ربنا في الوقت اللي لازم الانسان فيه يدور على ربنا. بتحصل، بتحصل. يقول لك يا ابني ده عملت عامله سودة لدرجه مش قادر اقف قدام ربنا. لا، اعمل العامله السودة وتعالى اقف مع ربنا. مش بقولك اعمل، يعني لو وقعت في عامله سودة غصب عنك لحسن تقول رب ابونا قال اعمل وارجع. لا، انا ما قلتلكش اعمل، اعمل دي مش فعل امر، ارجع هي اللي فعل امر لربنا. حاجه كمان تخلي الناس تهرب من ربنا، حاجه اسمها الياس، ابعد عنكم، مفيش فايده فيا. اقول لواحد من ولادي او واحده من ولادي، ليه حبيبتي بقالي كتير ما شفتكيش، ما جديش تعترف ليه؟ تقول لي يا ابونا وفر وقتك لواحد يتمر فيه. اقول لها ازاي؟ مش بتقول انت ما قلت لي وما عملتش، وكل مره تقول لي وابقى عارفه وانا خارجه ان انا مش هعمل حاجه اللي انت بتقوله لي. واي شود اي كام؟ يعني اجي تاني ليه؟ عشان ضيع وقتك؟ لا، وفر يا ستي، تعالي تعال. ده ربنا هيقول برضو هي ما فقدتش الامل وبقت تروح تعترف وبتحاول. ربنا بيتلكك عشان يشوف اي خطوه في طريق توبه او في طريق ندم. اروح انا اقفل على نفس الخط واقول اصل ما فيش فايده، انا عارف ان انا ما فيش فايده. زي ولد الشيطان حطه في القفص، مش عارف حكيت لكم عنه ولا لا. مره جه قعد معايا قال لي بص يا ابونا هقول لك حاجه، كتر خيرك ان كل ما بعيد بعد بعيد قوي كده تفتكرني وتبعت لي سؤال مع ماما في اجتماع السيدات، بس انا جاي عشان اقول لك حاجه يا ابونا، من الاخر كده مفيش فايده فيا. قلت له، قال لي انا بتاع بنات، انا بتاع بنات، انا بتاع بنات، وقالها لي خمس ست مرات. طب ما انا سمعتها من اول مره، يعني سمعتها من اول مره. ليه خمس ست مرات؟ ده اسمه فعل التوكيد، الإصرار من أجل التأكيد يعني. قلت له أنت الشيطان حط في دماغك أنك بتاع بنات، لكن لو أنت حطيت عينك في التراب وأنت ماشي وقلت ده اللي أنا اتخلقت منه، أو بصيت عينك للسماء وقلت ده المكان والإكليل اللي أنا رايح له، مش هتبص يمين ولا شمال، وكل ما تبص يمين اضرب نفسك بالقلم مرة. وبضحك يعني بس بجهاد.
المشكلة انه صدق، فعشان كده مش عاوز لا يجي يعترف ولا يتناول. ليه؟ لانه حس ان اللي فيه مرض غير قابل للشفاء، وكأن المسيح عاجز مع شوية تعب منه ان يديله منحة جديدة في حياة النقاوة والطهارة. حكم على نفسه المسيح ما يقدرش يسامحني على خطية صعبة زي دي. احنا اتكلمنا على كم نوع من اسف عشان الاحسن نكون احنا من الناس دولة. اتكلمنا على 4 ولا 5؟ 4. قلنا الخجل، لا 5، الخجل واليأس والخوف والمشكلة وموت على العلم. 1، 2، 3، 4، 5. انا فصلت الخجل او حطوها مع الخوف زي ما انتوا عايزين. طيب علشان وقتنا فضل لنا 7 دقايق ناخد كلام ايجابي، احنا للاول كله بنعرض ليه احنا ممكن نكون بنهرب من ربنا. طيب الكلام الايجابي هيكون ازاي؟ على اطرين، جزء هقول النهارده. لو انا فضلت هربان من ربنا ايه اللي هيحصل لي؟ اللي هي نتائج الهروب. والمره الجايه كيف نهرب الى الله مش من الله. اول حاجه، الناس اللي بتهرب بصرف النظر الدافع كان ايه في النقط اللي احنا قلناها قبل كده، اول حاجه احفظها وحطها في ودنك ومن فضلك صدقني، تهرب من الله يهرب منك سلامك. تهرب من الله يهرب منك ايه؟ سلامك. ربنا راح لقايين، كان دول بقى قايين من الناس اللي هربت نتيجه ان في مشكله بينه وربنا، قال له اوعى تقتل اخوك، ولو خرجت من بيتك هتقتله وانت تقدر تسيطر على نفسك. ما سمعش الكلام وراح قتل اخوه. قتلته وارتحت من اللي كان غيظني. ها هتلاقي سلامك بقى، يلا اقعد بقى وهيص كده بقى. الحقيقه دخلوا الخوف وقال له ده انت يا رب ناوي تنتقم مني 7 أضعاف. هربان مش قادر يرتاح. لا سلام يقول إلهي للأشرار. عايز أقول لك حاجة، اللي فاكر نفسه الحرية أنه بيقعد على قهوة لغاية 4 صباحا ويشرب ويهيص ويتكلم ويبص على النت ويكلم مع أصحابه ومقضيها بالطول بالعرض على حسب إمكانياته المادية، وكل واحد بيروح في حتة تناسبه. ثق أن لما بيروح بالليل عنده خواء وفضى داخلي، وعارف ان في غيره بيستفيد بالوقت ده افضل. ده لو اتعلم كل يوم بدل قعدة القهوة اكسبريشن واحد انجليزي بيتقال امتى وازاي ويكرره 10 مرات، بعد سنة واحدة يعرف يتعامل مع اي واحد اجنبي. كل يوم اكسبريشن واحد، كل يوم اكسبريشن واحد، ده لو هو عاوز. هيحس بقيمته لو كل يوم قرر ان يقعد مع ربنا 5 دقايق كتاب مقدس و5 دقايق من الاجبيه و5 دقايق صلاه ارتجاليه. هيحس انه في قيمه وربنا بيعمل جواه عمل وقيمه جديده. لكن اللي بيهرب من ربنا يا اولاد، تهرب منه السلام وتهرب منه البركه. يقول لك انا بفلوس اقدر اعمل كل حاجه، انا كل دي جعجعه من جوه فاضي. اتفرج بقى على واحد بيحب ربنا عايش في الصحراء، لابس كده جزمة قماش متنسلة فرحان. ايه اللي عنده ده؟ يعني ايه اللي عنده يفرح بيه؟ قال لقيته فيها 15-16 كتاب وسرير ومش عارف مين ودف وتريانت. ايه اللي عنده ده؟ اعرف كده، اللي بيهرب من ربنا بيهرب منه الفرح، اللي بيهرب من ربنا يهرب منه السلام. لأن الآية بتقول لا سلام، لا سلام يقول إلهي للأشرار. فما فيش حد يهرب من ربنا ويحتفظ بسلامه. يعقوب لما هرب كان تعبان، عيسو لما مشي كان تعبان، قايين كان تعبان. 2، تهرب من الشيطان يقوى عليك عدوك. تهرب من الله يقوى عليك عدوك. يعني ايه؟ فاكرين مثل ابن الضال؟ في الاول الشيطان عمل فيه ايه؟ انفق كل عيشتك على الزواني، عيب احنا هنشيلك، احنا اصحاب يا اخي، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، انبسط كويس لغايه لما فلس. عارفين بعد ما فلس ايه؟ كان يشتهي ان ياكل خرنوب الخنازير. خرنوب الخنازير يعني الخشب اللي بياكله الخنازير ده، اللي ملوش طعم زي الخروب، بس ملوش طعم لانه كبير كده في بعض الاشجار هنا في مصر. هو ما كانش قادر ياكله، ما فيش حد من البني ادمين بياكل خشب، لكن الخنزير بياكل كل حاجه. فعاوز يقول لك قد ايه هذا السيد كان قاسي، اللي هو الشيطان ذله. فانت تهرب من ربنا،
تمسك في ربنا يخاف منك الشيطان، تسيب ربنا يقوى عليك الشيطان. فواحد يقول لك ايه، انا يا ابونا سامحني جسدي فاير عليا اليومين دول قايم عليا. يبقى انت سايب ربنا، ارجع لربنا تقوى على جسدك. انا الشيطان مبهدلني، ارجع لربنا، دي اللي هناخدها المره الجايه، تقوى على عدوك. لكن اللي يبعد ويهرب من ربنا يقوى عدوه عليه. وعدوه ده على فكره ممكن يكون فكره، يكون فكره كان انسان عنيد ودماغ كذا، ولو قلت كذا يبقى هعمل كذا. يا ابني انت تعمل ده شر، هتعمله خراب بيوت، ولادك هيروحوا فين؟ بس بعيد عن ربنا فقوي عليه عدوه. اخر نقطه، اللي يهرب من ربنا نهايته الهلاك. احنا عندنا مثالين دايما نقارنهم بين بعض، بطرس غلط غلطه ويهوذا غلط غلطه. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان بطرس رجع للكنيسة وكان أما قافل عليه، غلط غلطة سودة وضميره وجعه وبكى بكاء مرا، بس رجع للكنيسة، رجع لربنا. لكن يهوذا هرب من ربنا، فكانت آخرته إيه؟ إنه شنق نفسه. أوعى تفتكر إن في راحة في الهروب من ربنا، لأن إن واحد ما فيش سلام، اتنين عدوك يقوى عليك ويزلك زي واحد مدمن مش قادر يبطل اي حاجه من العادات بالرغم من المسيح كله حريه. اخر حاجه، لو استمر الهلوب من الله الى ما لا نهايه، هتكون نهايتك ما لا نهايه في الهلاك. اوعى تهرب من ربنا يا ابني، اوعى تهرب من اب اعترافك. انا عاوز اختم لكم بقصه كنت عايز اقولها لكم في الاول ونسيتها، بس اقولها لكم. في مره من المرات كان في شاب بعيد عن ربنا، يعني حديث تخرج مثلا، الكلام ده من 20 سنة. فأنا رحت أفتقده، لأن مامته بدموع كثيرة كانت عاوزة تدخل الكنيسة. فكل مرة نتفق، هو بقى مواعيده غير مواعيدنا، يعني هو بينام الوقت احنا صاحيين فيه وهو بيصحى طول الليل، يعني كانت لي مواعيد غريبة كده. ففي مرة من المرات قالت لي إن هو موجود في البيت، فغيرت خطة الافتقاد كلها عشان اروح، عشان اروح بس مش عشان حاجة، اقول له احنا بنحبك والمسيح جميل وتعالى نفكر ايه هو المسيح وعمل ايه وجربه يا اخي، مش اكتر من كده. المهم انا دخلت لقيت الام بتقول لي ايه، بقولها مساء الخير، قالت لي مساء النور، اتفضل يا ابونا. هي غلطت قالت اتفضل يا ابونا، هي بتشاور لي ان هو موجود في الاوضه. فانا دخلت وقعدت، هي قالت لي بس تلاقي كده محرج يطلع ولا ما يطلعش. بعدين بخمس دقايق الولد ما طلعش، فالأم دخلت قالت لي يا ابونا، قلت لها قالت لي الولد مش موجود في الأوضة، كانوا في الدور الثاني، نط على سقف جراج، نط 7 متر، 7 متر، نط 7 متر لمجرد انه عاوز يكمل هروب من الله. ممكن انا ما كنتش كده، ممكن انا لو ابونا جاي يسال عليا او خادمه جت تسال عليا مش هعمل كده بالظبط. يعني ايه مش هعمل كده بالظبط؟ الحقيقه مش هنط من الدور الاول ولا الدور الثاني، بس ممكن اهرب بطريقه تانية. نورتنا يا ابونا، صدقني كنت على بالي النهارده يا ابونا، وقلبي بيرفرف طول النهار، وقلت كده كان ربنا مديني اشاره ان في حاجه هتحصل، وجاي ابونا انا هكون عندك الحد الجاي. صدقني انت بتصلي الاولاني ولا الثاني يا ابونا؟ انا الاسبوع ده معليش قداسات، يبقى خلاص احضر الاولاني واقعد معاك في وقت التاني لغايه لما ابونا ينزل. فاوعى تفتكر الهروب انك لازم تنط من البلكونه، لا، في ناس بتعرف تزوغ قوي 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 قوي. مره برضو شاب كنت بدور عليه، فماشي هنا في شارع اسمه شارع الجفارس في مصر الجديده، فانا لقيته، هو شافني ايه على الرصيف، هو على الرصيف التاني، هو ما كانش شايفني بيعد فلوس، بس احنا شافهم بعيد، يعني في مسافه مثلا مش اقل من 100 متر بس جايبه، يعني هو بيعد فلوس مش شايف. فانا كنت على الرصيف ده، فروحت رايح له على الرصيف لان كده كده هاجي في وشه، وعملت نفسي مش شايفه، فعملت كده برفع عيني لقيته راح الرصيف التاني. يعني مسوغات كبير يعني. المهم يعني مش مشكله، على فكره الناس دي بعد كده جت كلها، نشكر ربنا. بس انا عايز اقول ان ما تهربش من ربنا. قلت احكي لكم حكايتي كده، ضحككم قبل ما تمشوا. ان شاء الله المره الجايه نتكلم في موضوع اسمه الهروب الى الله. لالهنا كل مجد وكرامه الان والابد.